وزاره التعليمات يقول لك انا حسابي في مصرف سين هذا ديالتي في مرات ماشي في النظام الالكتروني بناء على تعليمات السيد المدير العام سنه 2020 الالكترونيه مش حاجه في مصرف اللي هذا السيد المدير انت تو قلت لي نفتح حساب صح؟ هذا ضغط زي هكذا مش اليوم يعني مش حنقول موجودين السيد علي حصل على خدمات هذيك كلهم بعموله اقل يعني لما تبدا سرق 1000 جنيه يكون يتعاون مع البلديه بالاضافه الى منحاز لبلديه قصير جاء على البلديه بس مش حنكون فيها دائما استدعينا من 2020 اول شهور او شهرين كل التجار المسلمين استضافت بلديه بوسليم ان شاء الله انطلاق حملة من الخدمات الإلكترونية تستهدف منطقة بوسليم بالكامل. طبعا هي كمصرف الوحدة أعاقة العزم إن سنة 2020 هي 2020 إن يكون التحول بالكامل إلى تحول إلكتروني خدمات إلكترونية فقط. أولا الخدمات الإلكترونية احتوال احنا أطلقنا منها في خلال 2019 مع منحة أرباب الأسر ممكن سنة أطلقنا مشروع اسمه البوابة الإلكترونية اللي هي وحدة أونلاين هي طبعا الدخول لإدارة حسابك إلكترونيا المول كل مخصص للشراء تشحن بطاقه كل الامور تمام. اطلقنا خدمه موبي كاش طبعا انطلقت في المنطقه الشرقيه تو سوقناها في المنطقه الغربيه وان شاء الله حتنجح يعني يوميا لا يقل عليه ممكن 100 150 تاجر يوميا ينضم للقيمه. وصلوا الان عدد الاشتراكات الخدمات الالكترونيه في الموبي كاش ما يقارب من 100,000 خلال سنه واحده وهذا طبعا رقم ما حققش اي مصرف شقيق والحمد لله احنا نسعى لانطلاق بعض الخدمات الثانيه. طبعا استهدفنا منطقه او مدينه او بلديه بوسليم لعده اسباب. اول سبب اللي هي الكثافه السكانيه نتاعها، ثانيا تنوع التجاره فيها من كل يعني ممكن من كل ليبيا يجوا لبوسليم في كان تسوق تجاري او اداري او كذا. ماش في حاجه اسمها اذا سقط ماش في مواطن يجي في البنك ماش في مواطن يتواصل حوالي طلع اكثر من حوالي 9 8 ارقام تمام. معناها يوم 31 ترفع تليفونك استاذ بتحاسبني على الاماكن اللي قلت لك مازال ما طلعتش السكوك اللي طلع حساباتنا احنا برا سكوك المقاس نقطه ما عندناش وفق خطه زمنيه محدده يعني الالكتروني على تم استعداد نحن كمصرف الوحده ونحن عند الحضور نعرف بلديه بوسليم تناول هذا الاجتماع عدة مواضيع لعقد تفاهمات وشراكات مستقبلية مع المصرف. طبعا تم الاتفاق على أعداد وصياغة مذكرة تفاهم، الانطلاق فيها يبدأ من اليوم في إعداده، سيتم إضافة فيها العديد من النقاط. تم التفاهم على مجموعة من النقاط الرئيسية في إطار وضع شراكة مع المصرف. بلدية أبو سليم من خلال هذه الشراكة تعلن أن سنة 2020 ستهتم بالخدمات الإلكترونية أو دعم الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات منها المصرفية ومنها غيرها من الخدمات. لدينا مذكرات تفاهم مع عدة جهات أخرى سيتم توقيعها الأسبوع القادم، سيتم دعوة حتى بعض وسائل الإعلام. هذه جزء من المذكرات التفاهم مع مصرف الوحدة. طبعا مصرف الوحدة من خلال البرزنتيشن أو العرض المرئي اللي قدمه واللي أشرفت عليه شركة مسارات لديهم العديد من الخدمات الإلكترونية سهلة الوصول إلى المواطن وتساعد حتى في أزمة السيولة الحالية. شيلات بنزينة أفران هذين أنا للدعم ما بين السكوك وما بين حوالات ال جي اس وعارف شنو عندي البلدية بوسليم حكينا أنا مش توا ما عندناش كيف الشيء حتى توا ما عندناش كيف السيارة ما عندناش كيف الشيء والله تكتب برا مش بتاع الشباب كعبون يقولوا للتعاون المستقبلي إن شاء الله.